بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا. ايه بتقولي ايه يا مامي؟ بقولك بطني بتوجعني ودايخه ونفسي غم عليا. بطنك بتوجعك ودايخه ونفسي غم عليكي؟ ايوه. يعني حاسه بايه بالظبط؟ بصي بصي يا مامي، انا عاده يعني ببقى على درايه كامله بالاوجاع اللي بتهاجم جسمي، بس المره دي اختلفت مع نفسي. ازاي يعني؟ مش عارف، انا افتكرت اصلي ان بطني بتوجعني من اللحمه اللي اتغديت بيها انا وعادل بره البيت امبارح، وبعدين قلت لا، احتمال كبير قوي تكون من الكباب اللي اتعشينا بيه انا وعادل امبارح، او بقى من سندوتشات اللحمه اللي اكيد حضرتك فطرتي بيها النهارده وبتقولي انك ما بتاكليش لحمه. لا، دي كانت كويسه. طيب في ريحه معينه كده انت ما بتطيقيهاش؟ ريحه عادل مش طايقاها. طب والبيت؟ مش طايقاها يا مامي، ومخنوقه منه هفطس. طيب ما نفسكيش كده في اكله معينه كده، حاجه حرشه؟ لحمه. طب ده بقى يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ جعانه؟ لا يا حبيبتي، بقول لك ايه بقى، الموضوع ده لازم يفضل سر. ها، ده داري على شمعتك تقيد، الموضوع ده بالذات مش لازم تتكلمي مع حد فيه خالص. يعني يا مامي سر ايه؟ الامساك؟ امساك ايه يا حبيبتي؟ انت ح ح ح ح ح ح ايه كنت هتقولي يا مجيده دلوقتي؟ انا كنت بقول لها يعني ان انا حاسه انها تعبانه، علشان كنت فاكره انها اكلت اللحمه اللي انت كنت شايلاها في التلاجة، يعني عشان كده انا كنت بقنبها. بحسب كويس ان هي اكلتها، انا من الاول شاكة ان اللحمه دي لحمه حمير وكنت قلقانه اكلها، فظني طلع في محله. ها يا خفيفه، مش فاهمه يعني، بس المهم الموضوع ده يفضل سر. انت سامعه ولا مش سامعه؟ انت حامل. مجيده، كنت عارفه انك كذابه من الاول. كذابه؟ انت حامل؟ ما اعرفش. بلاش الاسلوب الواطي ده معايا، انت حامل ولا مش حامل؟ انت مالك انت دخلي في شؤونها ليه؟ ايه اللي هتدخل ده؟ مفيش سر في البيت ده يستخبى عليا. ولا انا مالي صحيح؟ انا مالي؟ انتوا احرار. انا ماليش دعوه، ولعوا بعضيكم. بالنسبه لفكره ان الموضوع ده يبقى سر بينا، قائمه ولا يعني ايه بالظبط؟ طبعا قائمه. اوعي تقولي لحد في البيت، ده مفتريين ويقولوا اللي ايه ده؟ ايه ده؟ مزعلين سناء ليه؟ إيه بتقولي انت مالك يا ماما؟ ايه ده؟ محدش ابدا يقول لسناء كده يا جامي. انت بصي، مفيش حاجه في البيت ده تستخبى على بنتي ابدا. وهو في حاجه بتستخبى في البيت ده اصلا؟ هو في حد قادر ينطق في البيت المدهول ده؟ خلاص مش عاجبك هوينا، قاعدين على قلبنا لا شغله ولا مشغله، ما تعملوا بلقمكوا. ربنا يخليكي ليا يا ماما يا رافعة راسي، من غيرك كانوا زمانهم زلوني. بيعايروني يا ماما، بيعايروني عشان انا مش بخلف. عايزه ارجعي. ايه ده؟ عايزه ترجعي ليه؟ عشان هي حامل يا ماما. لا 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 لا، اقعدي استريحي يا اختي، اقعدي. مش قادره. بس معلش يا حبيبتي، من هنا ورايح كلنا هنخدمك، هنشيلك على كفوف الراحة. لا يا طنط، لا ما ينفعش، البيت وسخ جدا لازم ينضف، والمواعين والاكوام اكوام 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 في الحوض لازم حد يغسلها فورا. ريحي ولا يهمك. بنتي يا سناء. نعم يا ماما. روحي نضفي البيت واغسلي الطباق. انا يا ماما؟ ايوه انت، ولا كلمة وما تعمليش دوشة، عاوزين نريح رانيا خالص. يلا مستنيه. يا ماما امشي، هتبقي حامل في ولد. يا سلام، وعرفتي منين بقى انه ولد؟ انا فاهمه وهي طايره من فروه شعر ياسمين وانا بسرحها. ايه الكلام البلديون اللي بتقوليه دوت، والجهل والخرافات دي؟ خرافات وجهل واللي انت قلتي عليه ده، بكره تقولي انعام قالت. سلام عليكم. ايه صوت الزغاريت الجميله دي؟ مين هيمشي ناوي يفضلنا بقى مكان؟ انا خلاص نويت ان انا ان شاء الله اعمل هوم سينما. لا يا عادل، من هنا ورايح مفيش سينما، كل قرش توفره علشان الضيف اللي جاي. ايه ده، هو في حد هيجي غير اللي عندنا اصلا يعني ولا ايه؟ يا حبيبي الف الف مبروك، مراتك حامل. ايه يا مجيده، كنت عاوز انا اللي اقول له الاول. الهوم سينما ده بقى اللي هو يتبقى كده واحنا نجيب بقى شاشه اللي هي بلازما او ال سي دي كده اهو، اللي هي كبيره ومعاها سماعات بقى اللي هي سراوند، والواحد يبقى قاعد في وسط مين اللي حامل؟ مراتك يا حبيبي حامل. مبروك يا حبيبي.
يتربى في عزك يا قلبي. اه لا ما دام مش هيتربى في البيت ده يبقى خلاص بقى. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش بتقوله هيتربى في ملجأ باين؟ ملجأ ايه يا حبيبي؟ يتربى في عزك، عزك في ايه يا عادل؟ انا ليه كده حاسه بصوتك بنبره سخريه مخلوطه بالاسف الشديد؟ زي ما انا حاسس في صوتك بنبره استعباط مخلوطه بنبره هبل يا هان. احنا مش متفقين ان احنا ننظم؟ ننظم ايه يا عم انت؟ هو احنا قادرين غير بنت مسكينه وحيده ياسمين محشوره جوه في الاوضه؟ طيب ما ده احنا طول الوقت بندعي ربنا ان احنا نلاقي لها سرير فاضي تنام عليه. جايه دلوقتي عايزه تخلفي، يا نهار اسوه تخلفي ايه يعني؟ انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه وحضرتك؟ احنا وفرنا حتتين لحمه امبارح بالعافيه لما مامتك ما كانتش موجوده في البيت، لكن ما اقدرش اوعدك ان حتتين اللحمه دول هيتوفروا كل يوم. يا عادل الولد بينزل برزقه. ينزل برزقه ايه بس يا ماما؟ يعني هيبقى الولد لسه مولود والدكتور بيضربه على ظهره يقوم منزل شيك من بقه؟ انت رايح فين انت؟ رايح بقى اشتغل. ما انا خلاص بعد كده مفيش وقعات في البيت، هشتغل عشان اوفر الاكل والشرب والبامبرز داخل المدارس، وغير بقى الدكاتره وال ده انا مجرد ان انا افتكرت دخت بقول هيموت من الفرحه. ألف مبروك يا دولا، ألف مبروك، والله فرحت لك من قلبي. يا أخيراً هتبقى أب. أخيراً هبقى إيه؟ أمال ياسمين دي تبقى بنت خالتي يعني؟ دولا إيه أنت شكلك كده مقريف ومش لامح خالص في مظاهرك ابتسامات ولا أي حاجة فيه. أنا يا رمزي أصلاً ما كنتش عايز أخلف دلوقتي خالص. ليه يا دولا؟ هو أنت اللي هتخلف؟ دي مراتك. أنت مخزن غباوة يالا. الله يخليك يا دولا. انا قد ما كنتش عايز اخلف دلوقتي، انا كفايه المسؤوليه اللي عندي، عندي في البيت ست ستات وانت عندي هنا اهو في البازار، دي كلها مصاريف. انا كنت مستني واحده منهم بس تخرج من البيت وبعد كده افكر في حكايه الخلفه. ليه بس يا دولا؟ ده العيال دول هم تعزوا يا دولا وهيملوا عليك البيت وهيفرحوك يا دولا. يعني انت مثلا لما تيجي تعجز ولا تكحكح مين هيشيلك غير عيالك؟ بس لقيتها يالا، لقيتها خلاص كده الحمد لله اتحلت، ما بقتش فيه مشكله. انا ان شاء الله اول ما اخلف النونو ده هستغنى عنك خالص يالا، هرفدك خلاص. لا وانت هترضى ده دول هتشردني كده وان في الشوارع كده زي اولاد الشوارع؟ لا يا عم انت وبعدين ابنك يعني لما يجي يتخرج للدنيا مش هيلاقي ابن عم ابوه؟ معقول ابن عم ابوه يعني؟ دي حاجه مش مهمه خالص. وبعدين حط نفسك مكاني يا رمزي، يعني يبقى ابن عمي ولا ابني؟ ابني يا ابن الضنا غالي طبعا. ايوه دوله بس برضو يعني المثل بيقول لك ايه، انا وابن عمي على الغريب. وبعدين ابنك دون ابنك بس لسه يعني لسه مش منسوب الهويه فيبقى غريب. يا رمزي حط نفسك مكاني، انت تكلفتك عاليه يا ابني. ايوه دوله انا عارف ان انا تكلفتي عاليه، بس انت ممكن تلاقي ناس كتير قوي ارخص مني، بس الغالي تمنه فيها دولا. وعلى فكره بقى انت لازما يعني يعني تستخدمني ان انا استثمار. يعني خليك عندي هنا في البازار وبعد كده ابيعك بسعر عالي، ولا استنى عليك بقى لغايه اما تقدم زي الاثار كده هو ابيعك بقى بارقام خياليه؟ الاثنين يا دولا. لا 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 انت محتاج عشان تبقى اثار يعني محتاج مئات السنين. هيمر هوا. لا رمزي انا وصلت الحل كويس والحمد لله ربنا كرمني بيه، انا هستغنى عنك اول ما النونو ده يجي. لا النونو يا انت يا رمزي. ماشي يا دولا انت بقى كده هو انت اللي غلطت، علشان انا هحط النونو بتاعك ده في دماغي من جوه، وانت عارف لما بحط البني ادم في دماغي ايه اللي بيحصل. دماغ مين يا ادم اللي تحط فيها يا ابني؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت دماغك فاضيه اصلا؟ ولا قوم روح نظف الشارع قدام البازار، الشارع كله اجري. ماشي ماشي ماشي. يا رانيا في ايه يا رانيا؟ لو سمحت لو سمحت مش عايز اتكلم معاك عشان انت السبب في دموعي دي كلها. الهرمونات اشتغلت بقى. طب يا رانيا بلاش نتكلم. حاضر. وده شيء متوقع طبعا منك، ما عندكش استعداد انك تطيب خاطري على اساس ان انا ما سويش عندك بصله. خلاص يا رامي تعالي نتكلم. مفيش اي كلام ممكن تقوله يا عادل هيمحي صوتي واحد من جراحي او هينشف دموعي المبلله على خدودي. لا ما دام وصلت لدموعك المبلله على خدودك، انا متهيألي الحاجه الوحيده اللي ممكن تنشفها بقى يا رانيا انك انت تقفي في الشمس، الشمس بتنشف على طول الخدود المبلله دي. بس استني بقى للصبح يلا. تصبح على خير. خساره خساره يا ربي خساره، وانا اللي كنت فاكره ان دموعي هتحرك مشاعرك.
لكن الواضح ان انا براهن على الاستحالي. لا ما دام وصلنا للاستحالي يبقى تعالي بقى قولي لي ايه اللي مزعلك فيه. ومنين اجيب كلام للناس يقولوه؟ احنا هنقضي الليل كله بقى في نجيب سرور ولا ايه؟ انا عايز اعرف حاجه، انت ازاي تعمل في الموقف ده؟ موقف ايه يا هانم؟ موقف ايه ده؟ انا اللي اساسا متضايق. افندم؟ طبعا، احنا مش متفقين ان احنا هنأجل موضوع الخلفه دي لغايه ما ظروفي تتحسن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني احنا عمرنا ما هنخلف تاني؟ يعني انا عمري ما هسمع كلمه ماما وهتحرم منها وانا صغيره شبابي. يا نهار اسوح يا رقاق، هو انت ما بتحتكيش بياسمين بنتنا خالص ولا ايه؟ ياسمين بنت حبيبتي عادي، انا ما اقدرش استغنى عنها، بس انا برضو كل ما اشوف ياسمين حرم ان انا يبقى عندي بيبي صغير نونو، بيحبي بيضحك بيكسر بيعمل اي حاجه نفسه فيها. ايوه يا حبيبتي، ما احنا كل ده مرينا بيه مع ياسمين، وعندنا شرايط فيديو مصورينها طول الوقت، احنا نتفرج على الشرايط زي ما انت عايزه، اي حاجه فيها عياط نجريها، اي حاجه فيها بتحمي بتلعب بتكسر نبطئها ونقعد نتفرج براحتنا عادي. يا عادل يا عادل، انا نفسي في نونو صغنطط كده حبيبي، العب بيه اشتكوا ادلعه. نو 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 نو، بلاش بلاش كل ده، هنقله يا اخي معلوماتي عن الحياه عن المجتمع عن الثقافه. اقول له تقولي له يا عيني يا نونو هيستحمل ايه؟ يا انت ما نفسكش ببيبي صغنطط؟ يعني انت عايزه الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق. الحق؟ لا مش نفسي. بقول لك ايه يا عادل، انا ما عنديش استعداد اجيب اللي في بطني ده وانت واخد منه موقف حيادي. انا يا ماما مش واخد موقف حيادي، انا واخد موقف عدائي. ماما هرد النظر. عادل احنا داخلين على ايام سودة، انا محتاجه ان انت تقف جنبي وتدعمني نفسيا. ايوه انا لازم ابقى مستقر نفسيا عشان اعرف ادعمك نفسيا. ما ينفعش، تعالى معايا. اجي معاك في ايه؟ تعالى بس يا عادل اقول لك حاجه، انت لازم تخش في المود شويه. اخش في المود نعمل ايه؟ يعني اصحى ياسمين بنتنا عشان اغير لها؟ بس حاضر يا ستي حاضر، نوم نشوف اخرتها. شايف يا عادل؟ شايف الحلاوه والجمال؟ دي هدوم ياسمين وهي صغيره، طنط انعام طلعتها من تحت السرير عندنا. شايف يا عادل؟ شايف حلوه ازاي؟ تجنن مش كده؟ طب ما تدوري كده شوفي وحدتين بامبرز ولا حاجه نوفر شويه عشان المولود الجديد. بص يا عادل، المره دي مراتك هتخلف ولد، لازم تسميه على اسم ابويا الله يرحمه، والا هتخسرني، مش زي المره اللي فاتت تسمي ياسمين وما تسميهاش على اسم امي الله يرحمها. ايه يا ماما، يعني امك الله يرحمها ازاي اسمي بنتي على اسمها؟ لواحظ وانا ابو لواحظ ودي ام لواحظ ازاي يعني يا ماما؟ ومالها بقى لواحظ ان شاء الله؟ ولا اي حاجه يا طنط، هو بس اسم بلا هدف بلا دلاله. طب واسم جدا؟ عتريس. ماله عتريس كمان؟ مالوش يا ماما، بس هو يعني اصله اسمه منتشر قوي اليومين دول. انا بقول لكم ايه بقى، انا ابن بنتي هيتسمى على اسم اخويا، فاكر؟ ها، وبعدين احنا متفقين على كده من الاول. يا حماتي فاكر ايه؟ اسمي ابني فاكر؟ معقوله يعني اعذب الواد وهو داخل المدرسه؟ يعني بعد كده اي حد يقول له ايه مثلا وهو داخل مساء الخير فاكر عادل يقول لا مش فاكر ويضايقه؟ ليه ليه؟ انت بتقولي على اسم خالي؟ انا اسمه على خالك اللي اسمه ريحان. ما انا ما اقولش ان احنا هنسمي ابننا ريحان. ليه ان شاء الله؟ ايوه ماما، يعني يبقى اسمه ريحان عادل، تحس كده انه مش اسم ولد صغير، تحس انه اسم شجره. جبتي الحاجات كلها؟ ايوه يا ماما، وتعبت جدا، اتهد حيلي. وانا جايه كمان حط على الخضري، جبت لك جزر وكوسه وبطاطس وطماطم عشان حبيبه قلبي تيجي تتعشى. كويس قوي. ماما عايزه مني حاجه قبل ما انام، انا تهد حيلي النهارده، تحب الم لك الجزم بتاعه البيت كلها المعها لك وش وظهر؟ لا خلي الجزم لبكره، دلوقتي خشي على الحوض اغسلي الكوبايات كلها. يا ماما يلا. ماما مالك ياسمين، في ايه؟ خالته نجلاء بتقول ان انت هتجيبي بيبي وترميني وهتحبي اكتر مني. صالك يا نجلاء. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي اختك بتقوله ده؟ تعالي يا ياسمين تعالي. بصي يا حبيبتي، مفيش حد نقدر نحبه اكتر مني خالص، البنت بنت والولد ولد، يعني البنت عندها اللعب بتاعتها الرقيقه اللي بتقعد تلعب بيها، الولد بقى عنده لعب تانية خالص، يبقى عنده مسدس، يبقى عنده كوره، او مثلا ممكن يتفرج معايا على الماتشات، ونقعد
بس انت برضو بنوتتنا الجميله، استحاله نحبه يعني اكتر منك. معقوله؟ معقوله يا ياسمينة؟ احلى بنوته في الدنيا. بوسه لبابا. ولا رمزي، تعال هنا. انت بتسرق الخواجات يالا ولا ايه؟ ما لسه ما فيش خواجات دولة. مش في خواجة هيشتري، يبقى انت بتسرقه ويخرب. اقعد، عايزك في حاجة مهمة جدا. قول يا دولة. خير؟ ها دولة ايه؟ ايوه دولة، عايز تقول ايه؟ انت مش فاهم يالا. مع السلامة يا رمزي. يا راجل انت مسافر ولا ايه؟ يخرب بيتك، يعني جايب المسدس وحطه في وشك عشان انا اللي اسافر؟ انت اللي هتسافر من الدنيا كلها بقى. دولة؟ لا لا دولة، انت هتموتني ولا ايه يا دولة؟ ما يعني هتودي نفسك في 60 ده يا دولة عشان خاطر كلب زي؟ ايوه يا انت عرفت نفسك كلب زيك، بس انت ياما وريتني. لا يا دولة، اللي يعيش يشوف اكتر. يا دولة انا مش ياما سليتك؟ ولا سلتني ولا هباب، انت كفايه لحد كده بقى عليك. ابوس ايدك يا دولة، ابوس ايدك. ابوس، ما تسيبنيش يعني اموت واديك نص ثروتي. صليتك يا معافي، ده انت عندك بيجامه هتديني البنطلون بتاعها؟ انت كفايه عليك قوي بقى لحد كده. مش عايز اموت. لا مش عايز، عايز اعيش. مع السلامه يا رمزي. عايز اعيش. خفت يا معلم؟ خفت والله. صح انا ما بخافش ولا حاجه دولة، بس يعني انا عايز اروح اغير البنطلون عشان شكله اتبل. يا دي يا عبيط يا هبل، مسدس باين ان هو لعبه، وحاطط البتاع اللي بتتعمل كده هو، يعني ايه اللي مخوفك؟ ده بتاع تريز ده يالا. ايه ده، يا رانيا خلفت؟ يا دي لسه في اول شهر. خلفت امتى يالا؟ ايوه، امال عتريس ده مين يا دول؟ ابن مين يعني؟ ابني برضو، بس انا عارف اما قعدت فكرت مع نفسي كده اهو، حسيت برضو ان انا حنيت يالا، حنيت للابوبه. الابوبه؟ دولة هي الابوبه دي يعني غير الانبوبه؟ عشان الانبوبه بس بتاعتنا اتغيرت، عايزين نخلص. لا، الانبوبه دي اللي هي الام والاب مع بعض، ام بوبه، لكن الابوبه ده اللي هو الاب لوحده، يعني اللي هو بيحن بقى ان جاي له ابنه هيربيه وكده. اسره يا على دولة. الحمد لله. الحمد لله. عارف بقى يا رمزي لو جه ولد؟ طبعا يعني هتسميه رمزي؟ ده نقتله، اخلي امه ما تخلفوش يفضل في بطنها. يا دولة بس انت ايه النرفزة دي يا دولة؟ طب انا هريحك يا عم، انت تدوني ها، وانا بقى اخده كده اعلمه واستقيه من صنعتي واشربه. ولا تشربه ولا تاكله ولا ليك دعوة بيه. الواد ده يعني اول ما يشد حلو كده وهيجي ان هو يمسك البزار، ومش عايزك بقى خالص يا رمزي. لا انا هستنى لسه لغاية ما يشد حلو، يعني عارف هو بيحبي، وهو بيحبي كده هو يجي هنا اهو بالمشاية، وهو بالمشاية يمسك البزار. يا اهلا وسهلا بيك ورث ابوك. موتني يا حيوان، همسكه البزار، مش هستنى حتى لغايه اما يحمي. هجيب صوره بتاعه السونار دي اخليه هو اللي يمسك البزار هنا. هو عايز حاجه؟ لا دولة مش عايز. يعني هو هيشرف امتى؟ هيشرف قريب ان شاء الله، يعني كمان 8 شهور. ياه، هيبقى عنده كام سنه ساعتها يا دولة؟ هيبقى عنده 20 سنه يا رمزي، وهيبقى مسؤول ويجي يمسك البزار. في ايه؟ ماشي، مفيش. انا مش هنساها دول. انا شايفك نص على فكره، تخيل. شايفني نص؟ انا خليك ما تشوفنيش خالص. يا سلام. ده دول، ده انا عينيا ليك يا رمزي. دول على عميد. يا رب ولد، يا رب ولد، يا رب ولد. ها يا دكتور، ولد ولا ولد؟ هوا. هوا؟ يعني حضرتك شايف انها محتاجة تتزود هوا، ولا مثلا حضرتك حران محتاج هوا؟ يا استاذ، هوا اللي في بطنها يبقى هوا. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يبقى فيه خطورة على الجنين، تحب مثلا نخليها تبلع بلوفر؟ معلش يا عادل، معلش. بكرة تعوضوه ان شاء الله، انتوا لسه صغننين. نعوض ايه؟ هو جن دخل فينا وهنعوضه؟ دي اللهجة اللي انت بتكلمي بيها المنتخب القومي ده. لا يعني انا مش فاهم في ايه يا حمادي. في ايه يا دكتور؟ انا قلت لكم بلاش تنقوا 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 النق ده، ما حدش سمع كلامي. يا استاذ الحمل كاذب، الظاهر المدام تقلت في الاكل ولا حاجة. كاذب؟ كذب علينا كلنا. حمل كاذب؟ لا عادل، ارجوك ما تعملش في نفسك كده. انت عندك بنتك ومراتك وحمايتك وامك، ارجوك سيب المسدس. ارجوك. في ايه؟ في ايه يا حمايتي؟ في ايه ده مسدس؟ لا ياسمين تعالي خدي ياسمين المسدس ده يا حبيبتي. خلاص
يا بابا ده الولاده، انا عايزه عروسه. حبيبتي ابقى اجيب لك عروسه ويبقى معاك المسدس تضربي بيه العروسه. انت اللي هتلعبي لوحدك، العبي بكل اللعب لوحدك يا ياسمين. يا رن زعلانه ولا ايه؟ طبعا زعلانه، زعلانه لاني اول مره في حياتي جزء مني يكذب عليا، وطبعا زعلانه علشان انا مش هعرف اجيب النون. امال انا اعمل ايه على المصاريف اللي انا صرفتها دي غير المسدس اللي انا اشتريته؟ لان كان ممكن ارجعه، بس انا اصلي ضربت طلقتين في رمزي يعني، فالراجل كمان اللي بعهولي كاتب يفضل بضاعه المباعه لا ترد ولا تستهبل باين تستبدل. يلا مش اشكال، الحمد لله. يمكن عشان الواحد بس اتبطر على النعمه في الاول فجات كده يعني ملحوقه يعني. رني عموما انا كمان اتعلمت درس عمري ما هنساه، اتعلمت ان انا ما اطلعش كل اللي في جعبتي للاخرين. طب رايحه فين دلوقتي مع الاخرين؟ لازم ترتاح. ارتاح؟ ايام الراحه خلاص ولت وانتهت، قد اصبحت امراه فارغه. اصبحت امراه فارغه، كمان لغه عربيه في المواقف دي. يا استاذ رمزي خلي ربنا في الكهف. يا لا رمزي بقى. بص بقى دول، ما تفكرنيش يعني ان انا هرجع كده بالساهل، لا ده انا هشيل لك البازار وشيل لك كل حاجه. يا رمزي في انت عايز ايه يا رمزي؟ اطراد يا دوله، 100 جنيه ما ينقصوش مليم احمر. اه اوفر يعني، لو اديتك 100 جنيه ناقصين المليم الاحمر مع ان مفيش ملاليم مش هتاخدهم؟ دوله ال 60 جنيه بقى اللي انت هتديهم لي دوله هتديهم لي امتى؟ ماشي يا عم رمزي اقرص عليا. ماشي ال 40 جنيه يا سيدي هديهم لك بالتقسيط كل اسبوع 3 جنيه. لا يا عم انت تستقرضني، انا عايز دلوقتي 5 جنيه على الترابيزه وبعدين نبقى القصه دي. هديك القسط الاول يا عم وسيبك من المقدم، مش اشكال خالص. ماما كانت نحله علشان جابت العسل ده، اكيد ماما كانت جاموسه علشان جابت القشطه دي، صح ولا لا؟ يخرب بيتك، انت كنت بتمشي ورا اي بنت تقول لها ماما جاموسه وعايز تتحب؟ تتحب ازاي؟ يلا تتحب ازاي؟ ما فكرتش جاموسه؟ جاموسه ايه؟ عارف يا رمزي انا كنت تقيل، انا في الجامعه كنت تقيل قوي يعني، الكلام يطلع مني بالقطاره. 4 سنين بحب واحده ولا عبرتها ولا كلمتها ولا كلمه، لغايه بقى اما خلصت الجامعه ونجحت بقى بتفوق، جبت مقبول جدا يعني مع مرتبه تاني، وساعتها بقى اتشجعت ورحت لها عند ممر جيمي عند الثلاجه اللي هي بتاعت الميه الساقعه دي بتاعت، ورحت بقى ايه قلت لها بحبك. وهي كانت بتشرب من بوز الحنفيه ساعتها. طب وبعدين دول؟ مفيش، شربت ومشيت والحنفيه ولعت بعديها. يلا مش اشكال، بس الذكريات، يلا ذكريات جميله ايام الجامعه دي. عارف اماني دي هي دي كانت ملهمتي، هي دي اول واحده خلتني افكر في حكايه ان اكتب شعر وان انا اقعد بقى ايه يعني ابقى رومانسي وكده. كتبت فيها اشعار كتير. لا يا راجل. اول قصيده كتبتها فيها هنا. بص سمعك. يا ريت. اماني، هي اسمها اماني. اماني ماني ماني، اماني ياني ياني ياني، يا مدوخاني خاني خاني. يا دولا انت كنت راكب مراجيح ساعتها؟ بص اوعى اوعى استهتر بالشعر بتاعي، ركز معايا. برغم احزاني زاني زاني، ومع اني وحداني داني داني، معاكي مش اناني ناني ناني، واروق لك الاناني ناني ناني، من عند البستاني تاني تاني بني ايه تاني 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 تاني. يا اماني ناني ناني، 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10. ايه ده دولا، هي دي قصيده رقميه ولا ايه؟ دي نمر التليفون. ايه ده الموبايل بتاعها؟
هيكون ايه؟ بقول لك زمان ما كانش فيه موبايلات. موبايل قديم ممكن. نمر التليفون بيتها. طب ما تيجي نديها رنه. رنت ايه؟ بقول لك تليفون بيتها. طب دولا اكلمها، دولا اكلمها، ولو حد من اهلها رد يعني اقول له انا زميلها. اقول له زميلها وجاي بسال يعني عشان المحاضره بتاعت بكره الساعه كام؟ يا ابني الكلام ده كان زمان، كان من 15 سنه. زمانها دلوقتي بقى اتجوزت وخلفت، او احتمال تكون ماتت او وقعت مثلا من الشباك او خبطتها عربيه. يا ابني الاحتمالات التشاؤميه دي عموما برضه هي اللي عملته في دنيتها ما كانش قليل. ده يا ما استغلتني محاضرات، وكنت اكتب لها محاضرات ما كانش في تصوير بقى مستندات ساعتها، اكتبها بايدي، اكتب لنفسي واكتب لها، وكنت اجيب لها سندوتشات من ممر جيمي، شوكولاتات، عصاير، مرمطتني مصاريف. يلا الله يرحمها بقى. اتخمت بقى ونام، ما تعملش زي العيال الصغيره. نفضل نقول لك نام بدري، عندك مدرسه الصبح، عينك هتوجعك من كتر ما بتشوف التلفزيون. نام بقى وتهد. ايه اللي نام وتهد؟ لعلمك بقى انا اصلا بتفرج على الفيلم ده لان فيلمه شاددني جدا يعني صراحه. شدك والنبي ايه؟ طب حاسب من كتر ما بالشده بتتكفي على وشك ما تعرفش تقوم. يا لطيفه يا لطيفه يا ظريف يا ظريف يا خفيفه يا خفيفه. اتنين اتنين اربعة اربعة ستة. ايه ده؟ هو انت اجازة بكرة؟ لا ابدا، انا اصلي لا مش اجازة. غريبة، امال ايه اللي مسهرك يعني؟ لا مفيش، اصلي في فيلم شددني جامد يعني فقاعد بتفرج عليه. طب كويس، اقعد بقى اتفرج معاك. لا ما ينفعش تتفرجي معايا لان ممكن هو شددني انا اقدر اقاومه، لكن لو شدك ممكن يشقلطك في اي حته. خش نام خش خش نام. ماشي ماشي عادي. اتنين اتنين اربعة اربعة. يا روحي سلامة نظرك، ده التليفون الريموت هناك. انا دايما بتلخبط بين التليفون والريموت. الفيلم ده مش عاجبني خالص صراحة، انا يعني فيلم وحش، انا حتى كنت بفكر اقوم انام واسيبه يعني. ليه يا عادل بقى ابعد. ايوه الفيلم ده مش بيشدني، ده بيزقني. بصي انا مش هتفرج على الفيلم، انا هخش نايمان، هخش انام انا بقى. رن يا رزبع على خير. ايوه ايوه انا عادل، مين معايا؟ أماني؟ معقولة؟ ازيك يا أماني؟ عاملة إيه؟ مين اداك النمرة؟ رمزي؟ تخيلي رمزي ده أول حاجة عملها في حياته صح؟ إن اداك النمرة طبعًا. يا أماني يا حاج شلا أماني أخبارك إيه؟ والله وحشني جدًا يا حاج شلا أماني. إيه؟ أنت فين؟ لا والله يعني عارف هو بس يعني الظروف اللي حصلت يعني، لكن مسير الحي يتلاقى. طب بص بقى يا حاج شلقة مان، انا يعني هكلمك بقى بالليل كده في الهدوء، هنبقى نتكلم براحتنا يعني. والله زمان يا حاج شلقة مان. لا هكلمك بالليل طبعا، بس انت بقى اوعى تخرج بالليل، اوعى تروح السوق ولا الكوافيه الحلاق مثلا تكون عايز تحلق ولا حاجه. ويعني ما تنامش بدري يا حاج شلقة ماني. هكلمك ماشي. يعني شوي ماشي. باي باي يا معلم، باي. ايه في حد يقول لي معلم؟ باي باي. ايه ده؟ وانت فكرك ايه عن المعلمين اللي هم كانوا زي بتوع زمان بقى ويلبسوا
الجلابيه والعمه والبتاع. لا 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 معلمين دلوقتي مختلفين تماما. يعني مثلا عندك حد زي الحاج شلقة اماني ده، ده راجل خريج مدارس اجنبي، لا راجل متفتح جدا. و... يا الحاج يا هخش الاوضه بقى يعني عشان يلا. مش هننام ولا ايه بيبي؟ انت وحشتني قوي. طيب ما تشوفيش وحش. ايه الرد ده يا ابني؟ ايه ماله الرد؟ ما رد زي الفل اهو. لا اكيد في حاجه مزعلك يا بيبي. بالعكس بقى، انا اكيد في حاجه مفرحاني. يعني ايه؟ ايه ده انت هتنام ولا ايه؟ ايوه ده انا نمت اصلا من نص ساعه. يلا صباح اخي. وانت من اهل ايوه امان بجد وحشتك. طيب قوليها تاني كده. انت وحشتيني اكتر. يا عارفه يا اماني، يا ريتني كنت اعترفت لك من 15 سنه، اكيد كان كل حياتي اتغيرت. بس ولا يهمك، ملحوقه يا اماني ملحوقه. اماني انا ممكن اقول لك يا منمن؟ ايوه زي زمان. ايوه يا منمن منمن. ايه هتنامي؟ طيب ماشي. لا اقفل انت الاول. لا انت الاول. لا انت الاول. طب بقول لك ايه، ايه رايك نقفل احنا الاثنين مع بعض؟ ماشي هعد لغايه 7 وبعدين نقفل. 1 2 3 4 5 6 7. ها ما قفلتيش ليه؟ الو الو قفلتي؟ يا صحابي يا اهلي يا دي يا رمزي، انا عايز اخدكوا في احضاني. حاجه غريبه حاجه مريبه، الدنيا لها طعم عجيب. انا ديك واصحى من النوم الاغيب وابعت فرخات صحيح. الدولة انت مزاجك عالي قوي النهارده. قوي قوي قوي. يا لا يا رمزي، ولا رمزي انت عمرك سمعت عن الحب الاولز؟ طبعا الحب الاولز ده دولة ده اكترهم تفوقا، ده شاطر جدا. فعلا هو اكترهم تفوقا، لان طبعا الحب انواع، بيبقى في حب فاشل وفي حب مثلا بيبقى ناجح بس بمادتين، وحب ناجح قوي بس ده بقى حب اشطرهم. ده صح يا يخرب بيتك. يا دولة انت اي حاجه يعني تخص الجنب الشمال اللي بيقعد يدق كده اسالني انا. عارف يا رمزي، انا ندمان على العمر اللي عدى ده بعيد عن الحب الاول، بس عادي ملحوقه. وهتلحقوا ازاي دول؟ هو بيطلع الساعه كام ده النهارده؟ الساعه 5:30. ايه ده انت هتقابلها من 5:00 و5:30 وانا واقف مستنيك يا حبيبي؟ عليك الكوس حبيبي واستناك. بس كده خطر يا دولة، كده خطر بصراحة. يعني احتمال باباها ومامتها واخوها وخالتها وبتاع يبقوا رايحين نفس المكان بالصدفة، هتعمل ايه؟ الصدفة العائلية المركبة دي انت جمعتها ازاي؟ دي عايزين ألبوم يا ابني دول. دي صدفة محتملية يا دولة. لا بص يا رم، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ايه ده انت فاكر ان انا هضربك ولا ايه؟ يلا يلا انت ابن عمي. يلا ده انا بحبك. يلا يا رمزي بص، النهاردة البازار ده بتاعك انت، مدير البازار. لا انت صاحب البازار، تعمل فيه كل اللي انت عايزه بقى. تكسر البضاعة، تقفل الباب، تفتح الباب، ما تبيعش، تنام، تصحى براحتك خالص يا رمزي، عشان تعرف انا بحبك قد ايه. ربنا يخليك يا دولة. بس اهم حاجة لو رانيا اتصلت هتقول لها ايه؟ هقول لها ما تتصليش هنا تاني يا بت. قشطة قشطة.
من 5 لـ5:30 وانا واقف بستناك. هات الكرسي ده، هات الكرسي ده وتعالى اقعد هنا. اقعد اقعد، المشوار هب بحالي. حضرتك معلش انا اسف يعني، هو بس المكان ده محجوز يعني. يا واد قلت لك ما تلعبش في مناخير اخوك يا واد، احسن قسما عظما انسل الشبشب على وشك. حضرتك انا مش معترض يعني على تربيه اولادك يعني بالطريقه اللي انت شايفاها صح، وتنسلي الشبشب ده وضع طبيعي. انا ياما تنسل اللي عليا شباشب يعني، بس حضرتك يعني يا ريت تنسليه بعيد لان هنا محجوز حضرتك يعني. نفس هزارك يا مضروب، عامل نفسك مش عارفني وبعدين تيجي وتعاكسني بعد كده. مش عارفك ايه، هو حضرتك هو انت ام اماني؟ نفس هزارك بتاع زمان بس تقل شويه، ده انا ما خلفتش غير 3 مرات، واحد راح وخلاص، وهم دول اللي فضلوا عادل وعدوله. تقول لي يا بنتي اماني مسميهم عادل وعدوله ليه؟ اقول لك على اسمك، بيفكروني بيك. عادل اكلمه لما ابقى عايز اتكلم معاك كده في موضوع مهم، موضوع جد. انما عدوله بقى لما ابقى عايز افتكر ايام زمان، ايام سكشن 4 ومدرج 6 اللي قدام حمام الصبيان. حمام الصبيان حضرتك بصي انت صراحه يعني شكلك مش اماني خالص. انا عارفه ان انا حلوت واتدورت شويه. اتدورت ايه؟ قولي كعبرتي يعني. معلش لو حضرتك اماني انا بقى مش عادل. بطل بقى هزارك البايخ ده. حضرتك بصي ماشي، لو شكلك مثلا اتغير هنقول عوامل التعريه، عوامل التغطيه، لكن كمان صوتك اتغير ازاي؟ يعني حضرتك وانت بتكلميني في التليفون انا كنت سامع صوت مختلف تماما، ده انا السماعه كانت بتترعش، كان صوتك واصل لي نغمات مجسمه. انا كده صوتي في التليفونات وتليفونات الترنكات والكباين يبقى كده. هو انتوا مركبين في بيتكم كابين التليفونات ولا ايه؟ بصي حضرتك عموما يعني حتى لو انت اماني فانا خلاص يعني متشكر قوي وفرصه سعيده وسلام عليكم. سلام عليكم يعني ايه؟ يعني مش هشوفك ولا ايه؟ حضرتك ما تشوفيش وحش يعني، كمان 15 سنه ان شاء الله هتشوفيني وبراحتك خالص، ويكونوا حتى الاولاد كبروا ما بقوش يلعبوا في مناخير بعض يعني. سلام عليكم. 5 ايه و15 ايه ان شاء الله؟ اقعد استناك 15 سنة؟ طب انا اروح فين ال 15 سنة؟ اقعد فين ال 15 سنة؟ ايوه حضرتك يعني عادي جدا تقعدي مع ابو عادل وعدولة يعني. ابو عادل يا اخويا خلع، خلع من اول رجل اديتها له بعد الوهاتك اللي قلتها لي. حضرتك بص يعني خلع ما خلعش انا مش مسؤول عن الحكاية دي خالص يعني. اني مش مسؤول عن الحكاية دي؟ بقول لك ايه؟ انا شامة كده يا اخويا بقى ريحة جيش يقرب، وسيبيني اكون نفسي واسطر اختي الاول، وابويا هيحرمني من الميراث وهيسلم الميراث لاخويا اللي مش شقيقي وحاجات كده. انت عايز تخلع ولا ايه؟ ايه انت هتخوفيني يعني؟ ما انا برضو شامم يعني. شامم ايه عينيا؟ شامم ريحه نضرب لنا ورقتين عرفي. وبقول لك ايه، هو الواد اللي في بطني ده ابني زي ما هو ابنك، ونعمل تحليل دي ان ايه ونلف على المعامل. لا لا مش كل الطير اللي تاكل لحمه، انا مش كده. اسمع بقى يا حبيبي، انا غير كل البنات دول، تحب تسمع؟ احب اسمع. سمعني. اسمعك يا عينيا. ايه ده اهو؟ وانا اقول مبنى الاذاعه ده بيطلع منه الشرايط دي ازاي؟ كنت اعترفت لك من 15 سنة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اكيد كان كل حياتي اتغيرت. ايه ده؟ لا 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 لا، حرام عليكي انت. ايه انت ما عندكيش اخوات بلاستيك؟ حرام عليكي، تعملي فيا تاني تمسكي عليا زلة عشان امنتلك. كان عندي وخلص يا عينيا. انا عملت لك ايه طيب يعني حضرتك؟ طيب طلباتك ايه؟ تكتب عليا حالا يا اخويا، انا خلاص سمعتي اتلطت. ايوه اكتب عليكي ايه بس يعني حضرتك؟ ده صعب يعني، صعب ان انا اعمل حاجه زي كده، انا راجل متجوز وعندي بنت يعني. اسمع بقى يا عدوله يا حبيبي، انا عسلي عسلي ومر مر، لا تدوق عسلي لا دوقك المر. حضرتك انت ايه بتخوفيني يعني ولا ايه؟ ما انا برضو يعني
ما انا برضو شرباطي شربات وخلي خل، يا تدوقي شرباطي ينقعك في الخل. ايوه في تماثيل وفي طفات وفي كل حاجه. خلاص ماشي يا فندم، سلام. قوم يلا قوم يلا. كده تتضايق من مراتي يا حيوان؟ ايه ده هي رفضتك؟ يا ريت رفضتني، دي مسكت فيا بايديها واسنانها عايزه تدبسني في جوازها. شرع ربنا يا دوله. ايه انت لسه معاك تلاتة يا ابني، وبعدين بص احسن انك تطلق رانيا اصلا وابتدي من الصفر. يا ابني انا اساسا بضيعه، اطلق رانيا ايه؟ رانيا بالنسبه لها ملاك، ده كفايه ياسمين بس الواحد يبص في وشها ساعه الصبح. اقدم لك سيد اخويا، سيد مستودع. هو ده يا بيت؟ هو يا اخويا. بقى انت بقى بتغرغر باختي. غرغر بيها ازاي حضرتك؟ ما ينفعش نغرغر بيها خالص، دي ممكن يبقى فيه استحلاب بس على صغير يعني. غرغر ولا ما غرغرش يا بيت؟ غرغر يا اخويا بس على خفيف كده. اخس يا دول عليك، اخس بقى. انت تطلع توم وندل للدرجه دي؟ يا بص بقى معلم، لازم يكتب عليها. الله ينور عليك يا هندسه. ما احنا لينا اخوات بنات برضو. وبعدين الغلط ملموم. ولا بص مش ناقصك النهارده خالص، اطلع بره. ايه انت عايز توملس؟ ما اشوف بقى. ذوق عافيه، يمين شمال فوق تحت، حركات مكسرات، ابيض على اسود، هتصلح يعني هتصلح. حضرتك اصلح ايه؟ ما هي زي الفل قدامك، مش محتاجه اي تصليح. وبعدين حضرتك انا معيش العده يعني، وبعدين حتى لو معايا العده هجيب لها منين قطع؟ وبعدين حضرتك النهارده احنا اجازه عشان عيد العمال. يعني مش عايز تصلح؟ خلص الكلام وانا تيتو. نعم يا معلمي. ايه ده تيتو مش شبه الفيلم خالص. ولا حب ايطاليا. أمانة معلمي. حرب إيطاليا هو يلا، بس قبل ما يجي بقى على مصر على طول، كان أما جه مصر حالة. ولا مافيا. أمانة سيدي معلمين. إيه ده وحضرتك عندك كله أكشن كده؟ مفيش حاجة خفيف رومانسي مثلا؟ العشق والهوى، شورت وفانيلا وكاب مثلا. وده كاب. عمرك يا معلم، هو ده؟ ايه ده ما شاء الله شكله طيب عنهم خالص، واد الشورت فعلا والفانيلا والكاب. ما ده الصغير بس ملوش كلمه هنا. يا سلام، اهلا وسهلا بيهم كلهم، يعني مجموعه هايله. ده الصغير اكيد ما جابش ايرادات طبعا يعني. انا برضو عندي الصغير ده ملوش كلمه. واد رمزي بص ملوش كلمه ولا ليه حضور حتى حضرتك. عموما انا جاهز، يلا ابتدوا تضربوا بقى عشان مستعجل. يلا هتضربوا في الوش الاول ولا ايه؟ بصي انا غلطان وندمان ومش هسالك يعني صراحه هتعملي فيا ايه، ولو انت قلقانه ان انا اخونك يعني واتجوزها، لا اكيد مش هتجوزها، حتى لو سيد مستودع ده فجر فيا المستودع كله يعني. محدش يقدر يمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. ربنا يخليكي ليا يا رانيا. هتعملي ايه؟ سيبني اتصرف. ماشي يعني خلاص مسامحاني؟ لا طبعا ما سامحتكش، سيبنا نتصرف الاول وبعدين يجي بعد كده حسابنا مع بعض. ماشي اوكي. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ انت تنام جنبي هنا ولا ايه؟ يلا يلا حبيبي، يلا يا بابا اجري ننام بره. يلا يلا انت تاخد مخده. اهلا اهلا، ازيك يا سيد؟ ازيك يا اماني؟ ازيك يا عدوله؟ انا مش عايزك تزعل من اللي حصل امبارح. بالعكس يا عم، ده اللي حصل امبارح خلاني اتمسك بأماني اكتر. يعني انتوا عيله محافظه واضح طبعا، واحنا برضو عيله محافظه، فالمحافظات يخشوا في بعض يعني، نبقى جمهوريه مع بعض يعني. اهلا وسهلا. ما ده العشم برضو. اهلا اهلا. احب بقى اعرفكم بعيلتي. مبدئيا اعرفكم بمراتي الاولانيه. انت يا بنت يا نمره واحد يا فتحيه. ايوه جاي اهو يا عادل. عملت ايه يا بيت؟ زغطت الانارب وحطيت الكوز للبط وللمعيز وبزرت وحصدت وخزنت ولميت وتاني جاي على طول. ايه ده؟ ايه الموسم السريع دي؟
دي اسمها فتحية دلتا، دي مراتي الأولانية. اركني على جنب يا بيت، تعرفكوا بقى بالتانية. اصبر، نمرة اتنين تجمع. Oui, mon chéri, je t'adore, Qu'est-ce que tu veux? I'm at your service. ومش فاهم منها أي حاجة من يوم ما اتجوزتها. دي نمرة اتنين. دي يا سيدي اسمها سنية صرافة، حضرتك هي دي المسؤولة عن الفلوس في البيت. أنا طبعاً متجوزها عشان فلوسها يعني. يا روح وقفي جنب درتك، اجري يلا وقفي جنب درتك هناك. دي متجوزها يعني وبستغلها، فانا من اول ما اتجوزتها بستغلها بقى، باخد فلوسها واخليها تقعد تصرف علينا طول الوقت. اصبر اصبر، اعرفكوا على نمره ثلاثه. نمره ثلاثه تجمع. من ناحيه قلبي ونار قلبي، حبيبك حبيبي يا حبيبي، لو داس على طرفي يلقاها بالسرعه. دي مراتي نمره ثلاثه يعني. اهلا وسهلا. ها عملت ايه في القطر اللعبه اللي انا جبته لك يا بيت؟ ركبته يا عادل. حلو قوي. طب والطياره الورق اللي انا عملتها لك؟ فكرتها في البرج يا عادل. طيب روح اركني جنب درايرك هناك، اتكلي على الله. دي مراتي نمره ثلاثه يعني، اسمها سوسن الهبله. طب دي اتجوزتها لي كمان اهو. برضو الواحد يعني بيحمد ربنا على نعمه العقل، كل ما اشوفها افتكر العقل اللي عندي احمد ربنا الحمد لله. ها عايزين نشوفوا حد تاني ولا ايه؟ انت بقى يا اماني هتبقي نمره اربعه، لان صراحه الحجم ده انا ناقص عندي خالص زي ما انت شايف يعني. فانت هتنوري البيت وتبقي نمره اربعه حلالي. بص انا هوصل بقى اشتري العفش من دمياط واديك رنه تكون جهزت. يلا يا سيد. لا تديني رنه ايه؟ لا لا لا، ما انا عندي العفش لسه مغير النابوليا كلها. لا لا لا، برضه الامر يعني ما اسلمش يعني، نظبط امورنا يا ابينا يا امان. وبنشتري كويس يا بنت. مع السلامة، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. خدوا الشر وراحوا الحمد لله. رانيا فرجني. أبو تريك. أبو تريكة؟ أبو تريكة مين؟ مش ده بتاع الزمالك؟ ده علم في الجنين اللي جابهم في إنبي دول أوف سايد، وطلعوا أوت كمان، بس الحكم عداها وجابوها في الإعادة، وفي الإعادة إفادة. وده إحنا بنعيده يا خوفي. لنخش شوط تالت وشوط رابع. شوط تالت ورابع إيه؟ ده انت الهدف الذهبي الوحيد اللي في حياتي اللي بلعب عليه. ولعلمك بقى انا لا عايز العيل ولا تايل. اي نعم انا كان نفسي في الخطيب التاني وتجيب لنا عيلين كده في بطن واحده زي عبد الوهاب السيد ومحمد السيد حراس المرمى بتوع الزمالك دول، بس خلاص الاحتراف دلوقتي ما خلاش نفسي في اي حاجه. هو عيل صغير اجيبه في مدرسه الكوره واقعده معايا هنا وادربه سنتين وابيعه واكسب فيه وابقى زي الفل. لا وانت بياع قوي. بس النهارده انا جاي شاري. يعني خلاص يا محسن، طلقت الست الحيزبونه دي، خطفت الرجاله. اه يا ناري السماويه. لا ما تكمليش، خدت الكارت الاحمر وهتقعد على الخط ماتشين. يعني هتنزل تلعب تاني؟ لا مفيش لعب تاني، مفيش فروت في حياتي غيرك يا جميل. يعني خلاص يا محسن هنثبت التشكيل ده ومش هتحن للاحتياطي؟ هفضل العب بيكي طول حياتي. تسمحي لي بالمناسبه الحلوه دي اديك السمونير ده. اطلقي صفاره البدايه يا قمر. ايوه ماما. اقول لك ايه بالظبط؟ انت بتحب سناء؟ يعني عايزه الرد ده، بحبها كاختي ولا كانسان يعني؟ هي هتفرق؟ ايوه يعني الرد اللي انت عايزاه مني دي، عايزاه ان هي كانسانه ولا كمثلا واحده معديه وخلاص؟ ما تقولي عادل. طب يا ماما يعني انت عايزه رايي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره؟ يا خرابي يا خرابي، انت ضيقت خلقي. ايوه ماما، ما انا لازم اعرف ايه المواصفات بتاعه الطلب اللي انت طالباه. يعني انت عايزه تعرفي رايي في سناء؟ اكيد طبعا ما بكرهاش يا ماما كاختي، لكن لو انا انسان معدي وهي انسانه مثلا جارتي زميلتي يعني بتحبها، يبقى حس كده بقى، مش نفسك تامن مستقبل اختك؟ طبعا يا ماما نفسي. يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن ما يحصلش تاني، واللي اتلسع من الشوربه معروفه دي، لسانه بيوجعه. يبقى لازم ناخد احتياطاتنا. نقطع لها لسانها. يا عادل اتكلم عدل. امال خلاص نشيل الشوربه من قدامها كده؟ طب انا مش هتكلم في حاجه تاني معاك.
يا ماما، ما انت عارفة يا ماما موقفي من هباب محسن ده، لا بطيء ولا عايز اشوف قلقته. بما انه بقى هو اللي جه وبيتحايل علينا لازم نشرط ونتأمر عليه كمان. وان كان لك حاجة عند الكلب اقول له يا محسن معروف. شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر القايمة ويقول يمين الطلاق، الكلام يقف في زوره. صح يا ماما، خلاص انا بقى هعمل له قايمة 5 صفحات فلوسكاب. يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداس. حلو، يبقى وفرنا سجاجيد برضو. يفتكر الشقة يجيب ورا. بس ونكون احنا بنشوي لحمة مثلا وراه ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلص منه. فهمت بقى يا عادل انا عاوزة ايه؟ طبعا يا ماما فهمت، ده انا هشوي زي الخروف، مقدم ومؤخر وشبكة وشقة. يا نهار اسود، ده حبيبي محسن، ده انا ما هصدق انتقم منه. وبكده نبقى أمننا مستقبلها. ودمرنا مستقبلها. يعني انت عايزني اكتب لها الشقة وقايمة العفش وتعورني في 30,000 جنيه مؤخر؟ هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ عناية يا ابو نسع. ايه ده، وافقت على طول كده؟ بس في حاجة كده مش مظبوطة في خصوص ال30 باكل ايه؟ ما ينقصوش مليم، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عم انت اختك ما بتحبش رقم 30، احنا الشوط عندنا في الملعب 45 دقيقة، الحكم بيحط عليهم 5 دقايق بدل استقبال كده، يعني كله 50,000 جنيه مؤخر. انا كان قصدي 50,000، يعني انا بس قصدي كنت احسبها 30 على ماتش الباسكت مش كرة القدم، يبقى 50,000 جنيه. يظهر انك نسيت قواعد اللعبة. لا ما نسيتش، انا لعيب ولعيب جامد. طب شوت كده. هشوت، العصمة في ايديها. العصمة والشبكة كمان في ايديها. ايه ده؟ طيب مش معقولة هتدخل على عفش قديم، انا ما احبش الماتشات المتسجلة، لازم العفش يبقى جديد يعني على الهوا مباشرة. هنزلها استاد دمياط تنقي النابوليا اللي هي عايزاها. الكسوة. كسوة ايه؟ كسوة ايه؟ ما تبقاش لعيب محترف خدت الكرة ودخلت بيها على 18 رحت راجع تاني لنص الملعب. ومع ذلك كل انواع الكسوة، المدارس، دخول الاعياد، كل ده عندي. مرضى ابو نسب، تعبت صح؟ نعمل هاف تايم، لمونة حتى. يا عدولة بقالك كتير ساكت وفاضل دقيقة والماتش يخلص. ايوه بس الجون بيجي في لحظة بردك. الماتش مقري واللعيبة تعبانة. قصدك ايه؟ ما بتكلمش على الماتش ده، انا بتكلم على الماتش اللي في التلفزيون. طيب بص بقى من الاخر، هتكتب على نفسك وصل أمانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تضايق سناء هرفع عليك قضية بوصل الأمانة ده واحبسه. لا لا كده بلد وكارت أحمر كمان. هتكتب على نفسك وصل أمانة بمليون جنيه. سمعتي؟ سمعت أخوك عايز يعمل فيها إيه؟ عايز يجيب لي رباط صليبي، اصابه تعجزني عن الملاعب. بعد الشر عليك يا محسن، وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي؟ ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجه في الماتش اللي بيني وبين اخوك عادل من يوم ما عرفتك. ده بيتبرشط عليا وماشي يتكلم عليا في كل حته. اقول لك على حاجه، ده بيجي القهوه هنا بيطلب مشاريب على حسابي ويقول له يا حته على حساب محسن وادفع يا محسن. انا مش بقول كده عشان اسخنك، يعني مش محتاجه تسخين اكتر من كده. هو ازاي يتجرأ ويعمل كده؟ ده غير كده بقى ماشي يلبلب عليا في كل حته وقالب عليا الدنيا، وانت عارفه انا راجل لعيب كوره ماليش غير سمعتي وسمنتي اللي بجيب بيها جوان، وبعدين انت مراتي برضو اللي يلطني يلطك. دليلته سودة بس لما اشوفه. طب انا هقول لك على حاجه حصلت واحنا بنلعب في الدوره الرمضانيه. دوره كبيره جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ امبابه، عارفه؟ لا مش مهم. قال عليا ان انا باخد منشطات رياضيه، راحوا كاتبين في مجلة الحائط اللي في مركز شباب امبابة، عارفة؟ لا مش مهم، ان انا بقيت هاتريك كيماوي. صالت يا محسن؟ وغير كده كتير كتير، بس انا برضو عايز اقولك ان انتوا اخوات وعمر الدم ما يبقى مية. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، سواء استمرتي معايا او ما استمرتي. ما تقوقوش، ما فيهاش او ده افترى عليك وانا ما اقبلهوش. استنى عليا، استنى عليا يا عادل بس لما اشوفك. ميرسي
يا طنط. طبعا اديكي سمعتي كل الكلام اللي اتقال. يعني اكدب وداني؟ الصوت صوت ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح، واديكي سمعتي كل حاجه. احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نامن مستقبل سناء وبالمعقول. شوف يا طنط، كل الكلام اللي قاله انا هعمل قده مرتين، بس لازم حضرتك تعرفي ان كل برغوت على قد دمه، وانا راجل جاي شاري، عايزيني يقولوا لي اهلا وسهلا، مش عايزيني يقولوا لي توكل على الله. يا اخويا ما تقولش كده، اللي فات مات. جايز بالنسبه لحضرتك مات، انما بالنسبه للاستاذ عادل لا زال ينبض. انسى كل اللي قاله عادل خالص، هنقعد مع بعض عاده تانيه ونتفق وبالمعقول. وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان. ها انتوا طلباتكم ايه؟ يعني الست مننا عاوزه تحس بالامان. عايزه تامن لها خط الدفاع يعني. يعني الشقه تبقى باسمها. ومال الشقه تبقى باسمها؟ حاضر، بس طبعا حضرتك عارفه ان الشقه دي واقف من ايام الدزوي ومختار التتش، ان شاء الله بعد 40 سنه لما القضيه تخلص هكتبها لها باسمها. كويس قوي. طيب والقايمه؟ حطوا اللي انتوا عايزينه في القايمه وانا هحط قده مرتين. شفت انا حلو ازاي؟ حلو قوي، بس يعني ما نتكلمش في القايمه دلوقتي الا لما ننزل مع بعض ونشتري العفش. على اقل من مهلكم. طب والمؤخر؟ دي حاجه ما فيهاش فصال. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل، ما فيهاش فصال، بس ده امتى؟ في حاله لو كانت العصمه في ايدي، انما انا بقى جدعانه مني هخلي العصمه في ايديها، تعمل فيا اللي هي عايزاه، تطلقني وترميني في اي وقت. شفتي بقى انا اجدع منكم ازاي؟ عداك العيب. تشرب حاجه ساقعه؟ انا بموت في الحاجات الساقعه وبالذات العصير اللي انت بتعمليه يا طنط. يا ريت شويه شاي سخنين. استاذه رانيا، ممكن اتكلم معاكي في موضوع رفيع لو سمحتي؟ اوكي. انت جبت الكلام ده منين؟ انت عايزه تفتري عليا وخلاص؟ محسن كان بيسجل لك على الموبايل. بيسجل لك يا خفيف. بيسجل لي؟ ماشي، النادل الجبان. طب انت ايش عرفك ان ده صوتي يعني؟ وانت تعرفي صوتي منين؟ كنت سمعتيه فين قبل كده؟ دولة دي المشكله يا دولة، الخوف لا يكون ماسك عليك صور. ماسك عليك صور؟ يعني انت ايه اللي يخليك تتدخل بينه وبين اختي؟ بقول لك ايه، معقوله هتصدق واحد نادل زي ده وكذب اخوكي؟ اكذبه ازاي؟ ده انت صوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل. الف سلامه. لا ما دام خرم ده وداني يبقى كده عندها حق دولة بصراحه. ولا انت بتتدخل ليه؟ مش عايزك تنطق خالص. ما تنطقش. ايوه اهو، بس ما تنطقش. ولعلمك بقى، حركة ان هو يسجل دي معناها ان هو انسان ملوش امان، صح يا رمزي؟ صح دولة كده، انت غلطان وهو عنده حق. وبعد كده يعني انا عايز افهم، يعني هو كان بيسجلك وانت بتعمل ايه بالظبط؟ لا ما اكون بعمل ايه يا متخلف، انت كنت قاعد بشرب ليمون. كده لبساك لبساك. ما تغيرش الموضوع، انا مش متضايقه من انه كان بيسجلك ولا ما بيسجلكش، انا متضايقه من الكلام اللي انت قلته. قلت ايه بس يا سناء؟ يا سناء يا حبيبتي، انا بامن لك مستقبلك يا هبله. مستقبلي انا ادري بيه عادل، انا فاهمه ارتب مستقبلي ازاي. انت بتكره محسن وعايز تطفشه. دي طلبات تطفيش مش طلبات تامين. الله عليك الله عليك، طلبات تطفيش. ربنا يخليك ليا يا دولة. وبعدين انت يا هبله، انت مش ما تسيبيه يطفش، يمكن يجي لك بكره اللي احسن منه. ولا ايه اللي احسن منه؟ بص عشان تبقى فاهم من الاخر، اي حد في الدنيا احسن منك، لو معزم حديها هتبقى احسن منك. خلاص انت ايه اللي دخلك بيني وبين اخويا؟ انا واخويا بنتكلم. ما تدخلش بينا. بس يا سناء خلاص خلاص خلاص، سيبيه، حرام عليك كده دولة. سناء، الكلام اللي انا قلته لك ده مش كلامي، ده كلام امك اصلا. كلام امي؟ مش ممكن، انت كذاب. انا امي لا يمكن تقول الكلام ده. قالت الكلام ده وخلاص. لو مش عايزه انت بقى تصدقي، ممكن انا وانت نروح لها ونسالها بنفسنا. نروح لها. اتفضل اتفضلي اتفضلي اتفضلوا يا جماعه، هو ده الكلام يا جماعه. يلا بينا نقفل البازار ونروح بقى نشوف ايه الحكايه يا جماعه. نقفل البازار ايه ونروح نشوف يا جماعه؟ انت مالك انت؟ انت بتدخل في حاجه زي كده؟ ولا نظف البازار على ما اجي. يلا نظفته يا دولة. وسخه ونظفه تاني. عارف لو ما وسختوش حلو؟ عارف ايه اللي هيحصل لك؟ ايه؟ ديك يا ام ياسمين، امال هيعمل ايه في جوازة ياسمين المسكينه؟ لا يا استاذ محسن، هو جوازة ياسمين خاضعه للتخطيط المبدئي وهي اسر للتنفيذ. الحقيقه ان انا ببص لها من وجهه نظر خماسيه الابعاد، لانه انا بدات امهد لها من دلوقتي.
البركة. بس السؤال بقى هو، هل عايز يعمل معايا في جوازي زي ما عمل في جوازكم؟ هو عمل ايه في جوازنا؟ كتب الشقة باسمك. كتب الشقة باسمي؟ لا 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 يا أستاذ محسن، ده أصدا كان يتوقف على الثقة المفرطة بين الطرفين والتي لم يكن عليها أي نوع من أنواع الغبار. أصله عايزني أكتب الشقة باسم سناء، إنما طبعا حضرتك وضع تاني، تلاقيه كاتب لك كل حاجة ومظبطك في القايمة. هو الحقيقة يعني كل الهيكليات المادية في الوقت ده ما كانتش بتعنيني، لأني كنت بنظر لها بنظرة مختلفة شوية. يبقى أكيد مظبطك في المؤخر. المؤخر ده مهم قوي على رأي أمي، الست المؤخر لا يقدمها لا يأخرها. لا هو المؤخر ما كانش مفتعل، كان كويس في حدود 30 40 مثلا. لا 300. اوه بسم الله ما شاء الله، 300,000 جنيه، ده سكور عالي قوي. 300,000 جنيه؟ لا خالص، دول كانوا 300 جنيه. لا ده على كده بقى بيحب اخته سناء قوي اكتر من حضرتك، ده طالب مني مؤخر 50,000 جنيه، وعلى رأي أمي الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد مقامها. تفتكر برضو أستاذ محسن؟ أصلها قالت لي على قد ما أتذكر اللي بيجي رخيص بيروح رخيص. مش عادل. طب أقول لك على حاجة بقى، تصدق شايلها في قلبي وكتناها. حتى الشبكة، حتى الشبكة تشاركنا فيها. لا إله إلا الله، اتشاركتوا في الشبكة؟ ويا ترى اداكوا وصل؟ لا ما ادانيش وصل. نهار ابيض، ماشي عادي يعني سناء احسن مني انا؟ انا ما قلتش الكلام ده، ده الموضوع يعني جاب بعضه، ومع ذلك يا ستي اللي راح راح واللي جاي جاي. انت هنا؟ انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئه، اسوأ استغلال. بتسجلني يوه موبايله هو حر فيه يا اخي، الكلام في البيت ده مع ماما. يا ماما يا ماما احضرينا يا ماما. ايه يا جماعه، ايه في ايه؟ احنا عيله لازم نستحمل بعض، واذا كان عادل غلط الغلط مردود. وانا قلبي كبير ويا ما سمعت ويا ما حسبت له جوان وهي كانت اوفسايد. اوفسايد؟ انت اصلا داخل العيله دي متسلل. انت بس عشان نعرف نتفاهم، ما تخليش الراجل يزعل منك اكتر من كده. الطلبات اللي انا قلتها طلبات معقوله جدا. يا سلام، وانت عملت كده في جوازتك؟ اه صحيح، ده نسيت. بقولك يا عيل، انت ازاي ما تكتبش الشقه باسمي؟ ها ما كانش معايا قلم. طب والقايمة والمؤخر؟ اما انا على ما نزلت اجيب قلم كان الورق خلص. يا سلام يا سلام يا اخي على مبرراتك الهشه التي تفتقد كل المعاني. ماشي كده سخنت الدنيا عليها يا جبان. حلو قوي، انت قلت سخنت، انا لسه ما لعبتش. لا العب براحتك، ده انت لسه هتشوف. وانت لسه شفت حاجه؟ هشوف. انا لما اتجوز اختك هتحس بالفرق بين عيشتها وعيشه مرات اخوها، وهتحس انها قد ايه ست متسسسته. متسسسته؟ ده انت مش عارف تقولها اصلا. شوف بقى يا استاذ مين اللي هيجوزها لك الست دي. جرى ايه يا عادل؟ انت عاوز تخرب على اختك وخلاص؟ هي كلمه واحده، لا اما ينفذ الشروط اللي انا قلت له عليها، لا اما مفيش جواز من اصله. وهي كلمه واحده اللي بقولها لك يا عادل، ما حدش يتحكم في جوازي ولا اقول ينفع ولا ما ينفعش غيري انا. انا ارفض ارفض ان اي حد يتحكم فيا خارجيا. الله الله، وانا كمان ارفض الاجنبي. يا سلام، طلعتني خواجه يعني يا محسن. بقول لك ايه، خليك معايا انا هنا. انت لو ما كتبتش الشقه باسمي والقايمه والمؤخر هسيب لك البيت وامشي عادل. الجون الاول وتسن الجزمه. مزعل الناس منك وبتقولني كلام ما قلتهوش، ده الواحده تحرم تتكلم معاك احسن. الجون الثاني والضرب راس. بص يا محسن، جهز امورك ورتب امورك براحتك، وحدد ميعاد الجواز، واول ما تجهز شاورلي كده هجيلك بشنطة هدومي. الجول التالت هاتريك بس كباوي. يلا حلو، استعد بقى واقعد سخن للماتش الجاي. بس يا دولا. إيه ولا في ايه؟ عمال بتستظرف وبتلف حواليا، في ايه؟ روشني، عايز ايه؟ اديني ودانك بس. ولا انا مش ناقصه خالص، ابعد من وش دلوقتي السعاده يا رمزي. يا دولا دواك عندي. دواء ايه يا عم الاجزخانه؟ طوعني بس المره دي يا دولا. بص
عارف لو قلت كلام تافه هعلقك من فتحة مناخيرك في السقف، انت فاهم؟ ماشي يا محسن، ماشي يا محسن. اوه اديك قربت يا دول اهو. اسكت، مش طلع الواد محسن ده طلع ما بيخلفش. ما بيخلفش؟ ده طلق سناء مخصوص عشان هي اللي متخلفش. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ انا اقول لك يا دولا، اصل انا صحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مرحة.